علشان يحافظ لنا على القرمشه. طيب صوابع زينب بقى يلا. يلا بقى. مكوناتها سهله جدا، انا عندي مقدار من الدقيق، مقدار من السميد، بعملهم الاول عارفه فكره الكحك بالسمن كده، ببسهم الاول بحيث ان انا يبقى عندي رمله في الاول. ايوه. وطبعا بحط مقدار الخميره، الخميره مش مقصود منها هنا ان هي تخمر لي العجينه قد ما انها تفتح لي السميد. فبس مجرد ان انا بعمله بقعد افركه كده لحد ما الدقيق والسميد يشربوا كل السمنه، يبقى عامل زي الرمله بالظبط. طب خليني اقول سريعا برضو مكونات اصابع زينب. المكونات عباره عن 500 جرام دقيق، 150 جرام دقيق سميد ناعم، ده اللي بنستخدمه برضو في البسبوسه، 150 جرام سمنه وتكون دايبه، وخميرة دقيق 3 جرام، 3 جرام ربع يعني. معلقة اللي هي الخميرة الفورية، ربع معلقة ملح صغيرة، 250 أو 300 جرام مية، زيت نباتي للقلي. في وصفات كده لازم بالجرام لأن بتظبط أكتر. طيب بعد ما بنعملها وبنساب السمن بعجن، ومقدار المية هنا برضو بيرجع لي لنوع الدقيق حسب امتصاصه. كل اللي هعمله صوابع زينب دي أنت عارفة طبعا ليها حكاية مهمة جدا. يلا احكيها لنا. هي كانت بنت بتعرف تطبخ كويس قوي قوي قوي، وكان اسمها زينب. اوكي. خلاص؟ عملت صنف بقى حاجه حلوه، عملت صنف حلو كده اهو، والصنف ده قررت انها تقدمه لضيوفها، وما كانتش عارفه كان في ناس يعني جايين في البلد وكده، وهي ما كانتش عارفه اسم الصنف ده ايه، يعني هي اخترعته. وبعدين الناس حبته جدا جدا، فقرروا بقى ان هم يشكروها على الصنف ده، فقالوا لها تسلم صوابع زينب، ومن يوميها بقى اسمها صوابع زينب. صوابع زينب. حلو. مجرد انها تبقى عجينه معايا، لا هي ناشفه ولا هي طريه. حلو قوي. تمام. انا بس باخدها بس المفروض اعجنها بس بتاع دقيقتين ثلاثه بايدي كده. بس واضح انك متمكنه، مسكتك للعجينه دي مش اي حد يمسكها خالص. بصي بتبقى المقادير مظبوطه، احنا الوصفات دي تقريبا اشتغلتها كتير قبل رمضان مع ناس كتير، فخلاص كل الناس فتعودتي خلاص. بالظبط. بصوا بقى بنشكلها على ايه، لو المصفى دي متاحه في البيت او البصمه دي اللي بتاعت القلي، صح؟ دي بتاعت القلي بالظبط، او اي حاجه مخرمه دواير، مصفى مدوره او اي حاجه. المهم ان العجينه دي فيها خميره، بس انا مش عايزاها تخمر. تمام. انا لازم دلوقتي اول ما عجنتها. طب لما انت مش عايزاها تخمر حطيتي ليه الخميره؟ عشان يفتح لي السميديه. تمام. لان السميد شويه ناشف. بص اهم حاجه اما بنجمع العجينه ولمها، ايدي بتبصم فيها بتدخل، لا هي ناشفه ولا بتشقق. مجرد ان انا ببدا اعمل وحدات مش صغيره. مش عايزاني اقلب لك ده؟ يلا قلبيه. احنا مولعين النار. طب احنا حلو، احنا مولعين النار عليه طبعا. بصوا بقى انا بس عايزاهم يركزوا في دي، بقطع الوزن اللي انا عايزاه او الحجم اللي انا عايزاه، وباجي هنا على الشبكه بروح فرداها كده بالثلاث صوابع كده، وعامله زي شكل مستطيل شويه او تمام، وباجي بطراطيف صوابعي اروح لمه. اما فكره حلوه بشكل ده، شكلها شكلها يجنن بالظبط، وسهله جدا ما فيهاش اي صعوبه. مجرد ان انا بشكل العجينه لازم ادخلها الفريزر تبقى مجمده، بطلعها زي الفرايز كده مجمده على زيت سخن، تنزل تمسك، ما ينفعش انزلها في زيت بارد عشان هي فيها خميره، فانا مش عايزه الخميره بتاعتها تشتغل، فلان لو اشتغلت اللفه دي هتفك. طبعا هتفك بالظبط. فبحط كميه معقوله لان هي بتبقى فروزن والزيت سخن، بحط كميه معقوله لحد ما تبدا تعضم زي ما بيقولوا او تمسك نفسها وما يبقاش في فرصه ان هي تفك، ببدا اوطي الزيت واسيبها تستوي عشان اضمن ان جوه اللفه ده استوى، وبكده بتكون جاهزه. بيكون جنبنا بقى السيرب التقيل البارد، زي بصي يا نهى اللي احنا عاملينه ده. ده السيرب التقيل البارد، وهو ده اللي اللون المظبوط للشربات بتاعنا او السيرب بتاعنا، دايما لازم يبقى لونه كده ويبقى ايه، تقيل بالظبط. ونقدر نعمل كميات ونحفظه زي ما قلتي. انا بعمل كده الصراحه، انا بعمل الكميه بتاعت الشهر كله بالظبط، عشان اصله غلبه شويه ان كل مره هتعملي صنف حلو وبيقعد كتير، وبيقعد كتير الصراحه، بيستحمل يعني. طيب هل نشيله في الثلاجه ولا مجرد نحتفظ طيب بيه بره؟ لو هنحتفظ بيه بره في جارز معقمه، غسلها كويس ومتعقمه، واملاها واقفلها وما افتحهاش خالص، مجرد ان انا بفتحها ببدا بقى ادخلها الثلاجه. تمام. دي برضو حاجة مهمة نفس جدا، نفس فكرة عارفة المربات لما بنفتحها طول ما هي بره ما بيحصلهاش حاجة. عموما معظم البرطمانات الا اول ما بتتفتح يفضل انها تحفظ في التلاجة. في التلاجة. بصوا ده الشكل اللي احنا بنقول عليه. بنرص اول ما بنشتغل كمية ما نستناش عليها كتير، ندخلها الفريزر على طول، ونعمل شوية وندخلهم الفريزر عشان نحافظ عليها ان هي. ممكن بقى نرفع السيرب كده خلاص. هنا بقى اول ما غلي بروح حاطة عصرة الليمون وحاطة معلقة الجلوكوز.
تمام. ادي معلقه لو هضيف، انا في ناس بتحب تحط حبهان، قرنفل، قرفه، عيدان، او ايوه ناس كتيره نحط فعلا. الحاجات الدراي الناشفه. انا الصراحه دي من بحط الاول اهي كده كفايه، هما المقدار مظبوط، المقدار مظبوط نحطهم بس من الاول عشان عبال ما بيغلوا يطلعوا الفليفر بتاعهم، يعني ما حلو قوي. نحطهمش في الاخر. ده كده صوابع زينب، اتاكدوا ان احنا لازم نقليها فروزن يا جماعه. بس هنرفع بقى السيره، طيب ممكن ونحط بقى عصره الليمون بتاعنا. احنا بس نسخن مش قطع عايزه تجربي؟ الليمونه. عايزه طبعا طب يلا اجرب، هجرب دلوقتي. طيب انت عصري الليمونه، تعالي هقطعها لك اهو. يلا اتفضل، هنبدل اماكن. بس اول ما غليت واقدر احط عصرها واروح احطها بقشرها عادي، القشره اه تانية بجد ما بعملش انا بقى بتدي الحركه دي. ريحه حلوه للشربات. بس عصرت الليمونه وحطينا الجلوكوز اهو، ندوبه بس كده. كده كويس ولا بطاطا حلو شويه قوي. كمان؟ احنا بنعملها كوره وبنبططها على الشبكه، بنعملها شكل كأن مستطيل. بعد ما بيغلي كده واحط الليمونه والجلوكوز بسيبهم بس من 8 ل 10 دقائق وبقفل عليه واسيبه يبرد تماما، بعد كده بقدر احفظه. هايل. ده كده السيرب خلاص. مين اللي علمك تعملي الحلويات الحلوه دي؟ الحلوه انا سيرتيفايد شيف اصلا، ها ودارسه طبخ، وفي بلاس ان انا نزلت تريننج كده في احدى الاوتيلات، فكنت حريصه حلواني، نزلت حلواني عشان اتعلم الحلو بيتعمل ازاي. فمن وقتها اتعلمت تكنيكس بعض الحاجات، بلس ان برافو الدراسه عليكي. والمعلومات والمعارسه بتفرق في اكيد الشغل. طبعا تعالي الخبره بقى. نحاول نجرب نقلي يلا كده، بينا. لازم تبقى فروزن، احنا بس عايزين ايه رايك؟ نوريكم. شاطره بصوا ولا تسلم يجي ايدك، مني ولا حلو لا؟ قوي. بصوا بصوا انا الزيت عملت سخن ايه. ازاي يا شباب او يا بنات، يعني ممكن بصوا نحط انا بقيه عملت الحاجه. نجيب بقى دي اهي، جنبنا، عملت دي. شفتي انا طلعت شاطره اهو برضو. طيب تعالي حطيها حطيها. ممكن نحط التانيين يلا نحط التانية. عشان انا نفضل. اجي الناحيه دي. يلا بينا. طب انت كده مش عايزه تحطيه على نار هاديه لا بقى بعد خلاص، هو كده؟ كاننا سيبناه 8 دقايق بس كده خلاص. هنقلي دول بقى، هايل. هنجيب بقى السيرب اللي عندك نحطهم في بوله. اتفضلي ادي السيرب اللي عندي اهو في بوله. بيبقى جنبي على طول الـ 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 الاول عشان اطلعه. طب دلوقتي في ناس بتبقى مرضى السكر اوكي، وبيبقوا نفسهم في الحلويات الشرقيه خصوصا، وبيبقوا مش عارفين يعملوا ايه. هل ينفع ان احنا السيرب ده او الشربات بتاعنا نعمله مثلا بسكرين او بحاجه مختلفه؟ بصي ممكن في وصفات بتتعمل، وفي طب ايه ممكن رايك نحلي تقولي بعسل لنا؟ ابيض، ممكن حلوه نحلي بعسل الفكره دي ابيض. جدا.